أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل خير ضمن لقاءات هذا البرنامج الوطني الكبير أهل الهمة. يسعدنا أن نلتقي بعطوفة رجل الأعمال المستثمر في قطاع الأليات والمعدات الثقيلة، رجل الأعمال السيد أنور عطاء الأشقر، ليحدثنا عن تجربته الشخصية في هذا المجال من الاستثمار. عطوفتك مساء الخير. مساء الخير سيد أنور، حدثنا كيف كانت البدايات في مجال الأعمال بشكل شخصي، يعني تجربتك الشخصية كيف بدأت وكيف جئت إلى الأردن من أجل الاستثمار في المنطقة الحرة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بداية أول شيء نحب نرحب فيكم جميعا ونحكي عن كيف دخلنا على البلد. جينا يعني استثمار بسيط بالبداية، كان يعني النية تجارة بسيطة، بيع شروة، نجيب شوية آليات من تحت نبيعها لتجار هين. ولما جربنا أول سنة زمان شفنا كيف الأمور في البلد ماشي، وفي حركة وإجر غريبة من حواليها مفتوحة على كل الدول اللي حواليها، كيف كمان الحكي اللي حكينا عنه والأمن والأمان إنها بلد آمنة مستقرة فيها يعني لكل المكونات اللي بتشجعك انك انت تستثمر فيها. فالحمد لله رب العالمين، بدأنا قبل 10-11 سنة تقريبا ما شاء الله. وبلشنا نتوسع شوي شوي، يعني كنا بلشنا ب 100,000 بالاول، 100,000 بعدين صرنا نزيد سنة على سنة، وصلنا الحمد لله رب العالمين يعني الحجم اللي حكينا الحمد لله. وجاء تأسيس شركة شهوان والأشقر منذ 11 عاما وحتى الآن. تجارتكم ما هي التجارة؟ حدثنا عن هذه التجارة، يعني بإيش بالتاجر؟ يعني احنا بدأنا بالجرافات وبعدها روس التريلات، كلبات، شاحنات، مضخات بطون، كل شيء بتعلمك يعني بالإنشائيات، يعني لأي مصنع لأي مقاول بده معدات موجودة عندنا. ممتاز. عدة أنواع يعني كمان، مش بس يعني مرسيدس، فولفو، سكانيا. فقط للسوق المحلي أم هناك تصدير لبعض الدول مثلا؟ لا، بنجيب احنا للعراق ولليمن. حلو. ولا لليبيا. جميل. للخليج كله يعني، للأردن بنجيب طبعا الأساس. أكيد. للأردن. أكيد. بس باقي الدول بنجيب عدة. إذن أنت تساهم في التصدير لمصلحة هذه البلاد وهذا. نعم. يحسب لك يا سيدي، أشكرك جزيل الشكر على هذا الاستثمار الطيب، وأيضا هذا الاستثمار فتح مجالا للأيدي العاملة الأردنية أن تعمل لديك كما عملت لدى الآخرين من أبناء هذا الوطن. نعم. سيد أنور عطا الأشقر، الأمن والأمان وهذه النعمة التي نعيش ونحمد الله عليها كثيرا، ماذا تقول حول هذه النعمة؟ أولا الشكر لرب العالمين، ومن ثم لجلالة الملك ولل يعني الإدارة الحكيمة وللمؤسسة الأمنية في البلد اللي هي يعني حاميتها من الحدود لجوا الحدود لبيته لشركته. يعني أنت هنا بتستثمر قاعد وأنت مرتاح، تحط بضاعتك تروح بيتك في أمن، في أمان، حدودك آمنة، طريقك لبيتك آمنة، معرضك آمن. هاي أكبر نعمة الواحد يعني أصلا هي الأساس في التشجيع. يعني احنا حكينا لك بداية جينا احنا بس شوي تجارة، بس لما شعرنا انه في أمن وأمان واستقرار وانت يعني بتشعر يعني كأنا بالنسبة لي فلسطيني، بعتبرش ان فلسطيني أردني واحد. أكيد. احنا بالذات يعني الشعبين هذول شعب واحد، وهنا يعني سبحان الله انا بشعرش في غربة نهائيا، بالعكس الحمد لله. لما اطلع من الأردن بشعر في غربة والله، وبحبها يعني بحكي مش مجاملة ولا لأني على الفضائي، يعني الأردن بحبها زيها زي فلسطين. أشكرك يا سيد، أشكرك. يعني أنا شعرت بهذه الكلمات تخرج من قلبك الآن يا سيد. لا والله حقيقة هاي. الحمد لله. سيدي العيد، عيد الأضحى المبارك، نقدم لك التهاني ونقول لك كل عام وأنت والأهل جميعا وأهل فلسطين جميعا بالإضافة إلى الأردن بألف خير. ماذا تقول حول هذا العيد يا سيدي؟ كل عام والأمة الإسلامية والعربية وشعبنا الأردني والفلسطيني شعب واحد مش شعبين. أكيد. بخير، وعلى رأسهم جلالة الملك أبو حسين المعظم، إن شاء الله طول العمر كل عام وهو بخير. ونشكر كمان مرة نشكر إحنا يعني المؤسسة الأمنية مع والإدارة في البلد لأنها مشجعتنا كمان. أشكرك سيدي. طبعا حضرتك رجل أعمال معروف السيد أنور عطا الأشقر، نقدم لك كل تحية وتقدير، المدير العام والمؤسس لشركة شهوان والأشقر لتجارة السيارات والأليات والمعدات الثقيلة،